شبكة منهاج السنة للدراسات والبحوث تقدم. لهذا تركت التشيع. سلسلة فريدة تتناول قصة رحلة صادقة في البحث عن الحقيقة، يقدمها الشيخ المهتدي الخطيب الحسيني، يوضح فيها الأسباب التي دعته لترك الدين الإمامي الاثني عشري، وما رآه من ضلالات مرجع التقليد الذي كان يقلده وانحرافات المعممين. يأتيكم ولأول مرة عبر شبكة منهاج السنة. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. لهذا تركت التشيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سأعرف بنفسي في هذه الحلقة إن شاء الله تعريف مختصر وعام. أنا شيعي سابقا، اثنى عشري جعفري إمامي، ومن مقلدي السيد أبو القاسم الخوئي اللي هو المرجع الأعلى وزعيم حوزة علمية في وقته. وكذلك كنت في مدينة ومكان لا يوجد فيه سني إطلاقا، لا يوجد في ذلك المكان الذي كنت أنا فيه سني على الإطلاق، وكنت ممن أمارس الطقوس المعتادة كالزيارات و المشي وكذلك اللطم وغيرها من الشعائر الموجودة والمناسبات التي هي عند الشيعة الاثنى عشريين. وكنت ممن يستغيث بغير الله عز وجل ويتوكل على غير الله عز وجل، فأنا دائما الاستغاثة بعلي، ونعتقد أن علي هو الذي ينقذ ويكون متواجدا في كل شدة، بل وإننا نتكل اتكال مطلق على علي رضي الله عنه ورضاه بإضافة إلى آل البيت. وكذلك نعتقد بأن الكاظم هو باب الحوائج، فهذا الكاظم له ميزة خاصة بأنك إذا عندك حاجة تطلبها من الكاظم، وهذه الأمور عادية ومعتادة في مجتمعنا. وكذلك كنت كشيعي أتصور وفي ذهني، وهذا الذي أنا عليه عندما كنت شيعي، إني أتصور أن هنالك فريقان، فريق هو متمثل بعلي والحسن والحسين وفاطمة اللي هم آل البيت، وفريق المقابل هو فريق الصحابة. أما فريق آل البيت ففي تصوري بأنهم ظلموا وأنهم قهروا وأخذت وسلبت حقوقهم، وأما الطرف الآخر أو الفريق الآخر هم الصحابة الذين ظلموا آل البيت وقهروهم وأخذوا حقوقهم. فمن هذه الفكرة ومن هذا المعتقد يتولد لدي الشعور بالحقد والكراهة، وكذلك السب والطعن واللعن وإلى آخره، انتقاما وتشفيا لأنهم قهروا آل البيت. هكذا نتصور، ونتصور أن فريق علي آل البيت والحسن والحسين هم أشجع الناس على الإطلاق، وهم على أكتافهم قام هذا الدين وبني الإسلام، بخلاف الصحابة فنحن نعتقد هم خذلوا الدين وهم منافقين، منهم منافق ومنهم كافر ومنهم يعني غير متدين إطلاقا بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم جبناء أو ضعفاء ما خدموا الإسلام بشيء، وهذا يجعلني أفتخر بآل البيت وأسخر من الصحابة. كذلك نعتقد بأن آل البيت هم أهل عصمة،
وهم حفظة لدين الله عز وجل، ولا يؤخذ الدين إلا من هؤلاء، وهم عندهم جميع العلوم. أما الصحابة فهم غارقون في المعاصي وغير معصومين ولا يعرفون شيء، وهم جهلة. ومن هذه الفكرة تنطلق أو تنطلق العقيدة والعقدة التي نشأنا عليها، بأننا نبغض ونلعن ونسخر من الصحابة، وبالمقابل نرفع من شأن آل البيت لهذه الأسباب. لكن وبعد أن من الله عز وجل علي بالهداية ووفقني لمعرفة الحق بأسباب كثيرة، ومن ضمنها أن التقيت بأحد الأشخاص وكان من أهل السنة والجماعة، ودار بيننا حوار، وهذا الحوار استمر لأكثر من سنتين، وتبادلنا الشبه والصراع في الحوار حتى تطرق إلى قلبي الشك، ووضعت علامات استفهام كثيرة، لأن ذلك الشخص السني يتكلم بما قال الله عز وجل، وأنا أتكلم بما قاله المرجع، فشتان بين كلام الخالق والمخلوق. حجته رصينة وقوية وواضحة وصريحة، ينطق بها من كتاب الله عز وجل، أما حجتي فهي حجة خجولة ومخجلة وركيكة، لا ترتقي إلى أن تقوم بها حجة. كذلك ذهبت إلى وكلاء أو وكيل مرجعي أنا بالذات، وطرحت عليه بعض المسائل والأمور، ولكني لم أجد إجابة، وأكتفى المرجع بأنك على طريق آل البيت، وإنك ستكون من أهل الجنة لأنك محب لآل البيت وغير مبغض إلى آخره. لم أستفد من هذه الإجابة شيء، وإنما هو مجرد تضمين وتخدير وإبعاد للحقائق. أنا كنت بودي أن أحصل على أدلة، بودي أن أحصل على شيء، لأني أريد أن أفهم الحقيقة بعد ما أدخلني الشك والري. لكني للأسف كذلك ذهبت لي بعض وكلاء المراجع، وذهبت لمعممين وجالست معممين من كلا الطرفين، إن أقصد من كل وكلاء، ولكني للأسف لم أجد الجواب الشافي أو الدليل الذي ممكن أن يثلج الصدر، فتركت السؤال عند المراجع وغيرهم، حتى من أصدقائي من طلبة الحوزة، وقلت أعتمد على نفسي في البحث في هذه المسألة، لأن المصير مصيري والطريق هو طريقي، إن أنرته فأنا الذي أستفيد، وإن لم أنيره فأنا الذي سأقع فيه. فبدأت بالبحث، وإذا بي أكتشف، وبفضل الله عز وجل، خلاف ما كنت أتصور وخلاف ما كنت أتوقع، وإذا بي أرى الحب بين الصحابة وبين الآل، حب ما ممكن أن يتواجد في يومنا هذا. في هذا اليوم الأخ هو مبغض لأخوه، والابن هو معتدي على أبيه، وهذا موجود كثير، لكني أرى التوادد والتراحم بين آل البيت والصحابة، بل والمصاهرات. المصاهرات هي شيء عظيم، لأنه الإنسان اليوم لا يعطي بنته أو لا يزوج أحد إذا مسه بكلمة أو إنه سمع بسمعته غير لائقة. وإذا بي أرى هنالك مصاهرة بين الصحابة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بنت أبي بكر وحفصة رضي الله عنهما أجمعين، وهذا دل على التلاحم والتآلف والمحبة والقرب. كذلك عندما كان في ذهني وعقلي بأنه ما انتصر الإسلام إلا بسيف علي، وهؤلاء الصحابة هم خذلوا الإسلام، كلهم ضعفاء، وإذا بي أتذكر معركة أحد، لأنه خسروا فيها المسلمين، وعندما خسر المسلمون لم يكن بسبب غياب علي عن المعركة، علي موجود في المعركة. إذا ما هو السبب؟ السبب لأن الصحابة أو بعض الصحابة الذين جعلهم النبي رماة على الجبل انسحبوا، فكان انسحابهم سببا في إيش؟ عدم انتصارهم. ففهمت بأنه الصحابة مع علي انتصر الإسلام، والصحابة بدون وعلي بدون الصحابة لا يفعل شيء، علي رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أنا يعني تبين لي أن قتال النبي وقتال علي المشركين حتى يرفعوا الوساطة التي كانت بينهم وبين قريش،
وكيف بي وأنا أستغيث بعلي وأستنجد بعلي وأعلم وأعتقد أنه لا يجيب إلا علي في تلك الحالات وفي تلك المواقف، وإذا بي أفهم الأمور بعكس ما كنت أعتقد، بل إني علمت علم اليقين إن النبي وعلي قاتل قريش لأنهم جعلوا وساط لله ما استغاثوا بهم، وعندما قاتلوهم ما استبدلوا هذه الأصنام بالصالحين، وإنما أمروهم برفع الوسائط مطلقا. فأنا أتخيل لو كنت أنا في هذه العقيدة، على عقيدة الاستغاثة بغير الله، وأن أستنجد وأسأل وأقول يا علي ادركني، يا علي أغثني، في ذلك الزمان لاستبيح دمي من علي ولا قاتلني علي، وهذه طامة كبرى وفضيحة عظمى، والحمد لله الذي بصرني وأزال عن بصيرة الغشاوة، وإني كنت مخدرا طيلة هذه السنوات، كما الآن الشيعة هم في سبات وفي تخدير، وهذا التخدير هو ناتج من إملاءات المعممين عليهم من خلال القصص التاريخية ومقتل الحسين وإدامة هذه الأمور طيلة السنة، لأن السنة فيها مناسبات كثيرة وغارقة بمناسبات، بحيث لا تنطي فرصة للمكلف الشيعي أو للشيعة بالراحة والاستقرار والتفكر، وإنما ينتقل الشيعي في هذه السنة من مناسبة إلى مناسبة، من 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 عزاء إلى عزاء، من لطب إلى لطب، من مسير من مشي إلى آخره، وهو يشغل نفسه بهذه الدوامة من الولادة حتى الممات، فلا يعطوه مجال، ولذلك أقاموا العاطفة وألغوا تلك العقول التي من شأنها أن تبحث عن الحق والحقيقة. فبعد هذا البحث توصلت إلى أن دين أهل السنة والجماعة هو دين التوحيد، وهو دين آل البيت، وهو دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا الدين جعلني أن أعتمد على مصدر، المصدر هو كتاب الله، والمصدر هي السنة الصحيحة، بخلاف ما كنت أعتقد وأعتمد على الرسالة العملية اعتماد مباشر ثم على العقل والدليل العقلي في مسألة الأصول، وكذلك الاعتماد والغذاء اليومي الموجود في كل بيت، ألا وهو كتاب مفاتيح الجنان اللي هو فيه الزيارات والأدعية لليوم والليلة، فلا يوجد بيت من بيوت الشيعة يخلو من هذا الكتاب الذي يعتبر كتاب غذاء يومي للشيعة الاثنى عشرية. فبفضل الله عز وجل تركت الشرك وتركت البغض والعداوة والكره والبدع، وانتقلت إلى دين أهل السنة والجماعة، دين التوحيد ودين الحق، دين الصفاء، دين الارتياح، تشعر أنك مطمئن. عندما كنت في الشيعي كان عقلي وقلبي متشتت، تارة أدعو علي، تارة أدعو الحسن، تارة أدعو فاطمة، تارة أتوجه إلى الكاظم أو الرضا أو الجواد، أو أستغيث حتى بالسادة البسطاء، نستغيث بهم في بعض الأحيان ونرجوهم ونتوسل بهم. طيب، وإذا بي وبعد انتقالي لأهل السنة والجماعة توجه قلبي إلى رب علي ورب الحسن والحسين وإلى الحي الذي لا يموت، وترت الحي الذي قد مات، وهذه منة من الله عز وجل. وفي هذا الظرف وفي هذا التحول واجهت كثير من المخاطر وتعرضت إلى القتل 3 مرات، أنا يعني أنجو بفضل الله من قتل محقق، لا لشيء، لا لذنب، وإنما لأني اعتقدت عقيدة علي وعقيدة الحسن والحسين، وجمعت في قلبي حب الصحابة وحب آل البيت، فزادني فخرا وارتياحا. كذلك أنا أدعو كل الشيعة أن تتابع حلقات التي سأقدمها بإذن الله الخاصة ببرنامج، لهذا تركت التشيع، لأبين مسائل وحقائق بالمنطق وبالكلام العقلي الذي يستوعبه البسيط العامي، فضلا عن العالم والمتعلم، وكذلك هي مختصرة للفائدة
وليس فيها إطالة لإيصال الحقيقة والمعلومة، وسأقدم في كل حلقة مسألة من هذه المسائل تجعل الإنسان أن يجعل علامات استفهام كثيرة، وأن يتأمل وأن يفز من هذه الغفلة، وأن ينتبه جيدا، لأنه الأيام تعمل بنا، فيجب علينا أن ننتبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشيعة لدين علي، أن يهدي الشيعة لدين الحق، أن يهدي الشيعة وأن يكونوا على ما يرضي الله عز وجل. أنا أعلم إنهم مريدين للخير، ولكن هنالك من يمنع عنهم وصول الخير بشتى الأساليب وبحجة محبة آل البيت. وآخر ما أقوله هو أدعو الله بقلب صادق ومخلص أن يهدي الشيعة لدين الله عز وجل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.